أقدم المساجد في عاصمة فلسطين، وبجانب هذا المسجد وهذا الجامع كان في مدرسة شهيرة تاريخية، مدرسة بيرينال. تخرج منها كثير من العلماء، وآخر من تخرج من هذه المدرسة أول من ترجم القرآن الكريم باللغة الألبانية الشيخ شريف أحمدي. وبدأنا في ترميم هذا المسجد الأثري الإسلامي القديم بالتعاون من المشيخة الإسلامية الكسوفية والمديرية الأوقاف التركية قبل سنتين، والآن بصدد الانتهاء الأعمال الترميم.